السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنير في اللغة العربية للسنة 5 ابتدائي، الوحدة 3. إذا اليوم عندنا درس في التراكيب حول المفعول المطلق من دروس الوحدة 3، إذا في كتاب المنير في الصفحة 92. إذا ننتقل إلى الصفحة 92 من كتاب المنير. إذن نبدأ بملاحظ وأكتشف، أقرأ النص وأستخرج المصادر المشتقة من الأفعال. إذن هنا غادي نوضف الدرس اللي شفنا في الصرف والتحويل، يعني المصادر درس تطرقنا إليه. إذن الصحفيات الصغيرات، فرح مدير مدرستنا فرحا، إذن هذا مفعول، هذا مصدر، حيث نظمت تعاونية المدرسة الندوة تنظيما مفعول مطلق مصدر، فشارك فيها الجميع مشاركة مصدر. سألت حليمة المدير سؤالين فأجابها إجابة واضحة مهنئا كل الصحفيات الصغيرات، فصفق له أعضاء الفريق تصفيق المعجبين. من هذه هي المصادر اللي كاينة عندنا هنا، وهنا عندنا سؤالين، اذا هذه كذلك داخله في الدرس واخا هو ماشي مصدر. اذا تناولوا انت لان غادي نحتاجوها، هذا هو علاش. اذا احدد الافعال ومصادرها الموجوده في كل جمله. اذا عندنا فرح مدير مدرستنا فرحا، اذا الفعل هو فرحة، و الكلمه المشتركه مع الفعل. يعني علاش قالوا هنا المشتركه؟ يعني ان احنا سبق لينا شفنا في الدرس ديال المصادر بان الفعل والمصدر يتشابهان، عندهم تشابه. فاش كاين تشابه؟ هما كيختلفوا في الزمن، واحد حدث بزمن واحد حدث بدون زمن. الفعل هو حدث بزمن، ولكن المصدر ليس له زمن، ولكن هما كيتشابهوا في الحروف الاصليه ديالهم. اذا الحرف الاصلي مثلا ديال الفرحه، الحروف الاصليه هي كنردوا الفعل المجرد وكنعرفوا الحروف الاصليه وكنلقاوها في المصدر. ضروري المصدر الحروف الاصليه خصها تكون فيه، وهذا اللي كيخلينا حنا كنعرفوا هذا هو هذا ماشي المصدر نتاع هذا، كيخلينا نعرفوا بان هذا ماشي المصدر ولكن هذا مصدر. لان علاش؟ لان كاين تشابه على مستوى الحروف. اذا عندي هنا الفاء في الحرف راه كاينه هنا، الراء كاينه هنا، والحاء كاين هنا، حروف زياده هنا وكاين حروف زياده هنا. لا يهم، الذي يهمنا هو ان الحروف الاصليه خصها تكون، وهي اللي كتخليني انا نعرف ما هو مشترك، ومن هنا كنعرف انا المصدر. اذا هنايا فرحا مصدره، اذا نوعها هو مصدر، دورها في الجمله تاكيد وقوع الفعل، منصوبه، اذا حركتها الاعرابيه ولا العلامه العربيه هي النصب ولا الفتحه. اذا سالت حليمة المدير سؤالين، اذا هنا هذا ماشي مصدر، ولكن هنا كاين واحد الشويه ديال هنا، يعني سؤالين، اذا كاين السين هنا، كاين الهمزه هي هنا، كاين اللام، والباقي لا يهم، يعني الحروف الاصليه كاينه هنا وكاينه هنا. اذا هنا شنو هو الفعل؟ هو سأل. الكلمه المشتركه سؤالين، إذن هنا سأل سؤالين، إذن سؤالين مصدر، هي هو مثنى، هذا المصدر هذا هو لبيان عدد مرات وقوع الفعل، ثم منصوب بالياء، لماذا؟ لأنه مثنى. صفق أعضاء الفريق تصفيق المعجبين، إذا الفعل هنا هو صفق تصفيق، غير هذا مختلف. علاش؟ لأن ما جاش بالتنوين، هنا بالتنوين، هنا بلا تنوين. غادي نشوفوا بعد لحظات علاش. إذا كذلك هو نوعه مصدر، هو لتأكيد، هذا لبيان نوع الفعل، لبيان نوع الفعل، ومنصوب بالفتحة، إذا منصوب
إن منصوب. إذن هذا بالنسبة لحركتها منصوبة. إن حركتها حركتها لم كيعودهاش نوعها الكلمة، إذن منصوبة كيعودها الكلمة. إذن هنا نقول منصوبة منصوبة حيث هما كيقصدوا هذه الكلمة. إذن ننتقل إلى ما القرى الموالية. الاسم الذي يصاغ من حروف الفعل ويأتي لتأكيد وقوع الفعل. إذن عندنا ثلاثة ديال الحالات: لتأكيد وقوع الفعل، بيان عدد مرات وقوع الفعل، بيان كيفية وقوع الفعل، نسميه مفعولا مطلقا. إذن هذا الاسم هذا اللي عندنا هنا يسمى مفعولا مطلقا. إذن نكمل الاستنتاج بما يلي: الفعل المفعول المطلق مصدر، يعني منصوب. إذن مصدر منصوب يصاغ من حروف الفعل، إذن منصوب يصاغ من إذن هنا نكتب لون أزرق باش يبان، يصاغ من حروف الفعل. يأتي المفعول المطلق لتأكيد الفعل، لتأكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده. إذن هنا قبل ما نزيد في هذا الأخر خصنا نفرقوا متى نقول على أن المفعول المطلق. دابا خصنا نميزوا بيناتهم. دابا هنايا يعني حنا دابا كنطيحوا في واحد الوضعيات، مثلا في النص غادي يقول لك عطينا المفعول المطلق وعطينا واش هو لبيان نوع الفعل او عدده او. إذن هنا كيفاش نميزوا؟ إذن غناخذوا إذن هنايا المفعول المطلق، يعني هنا فاش كيكون يعني كيجي على ثلاثة ديال الحالات. إذن كيفاش حنا غادي نميزو بين هاد ثلاثة ديال الحالات؟ إذن بالنسبة للحالة الأولى هو كيكون لتأكيد الفعل. كيفاش أنا غادي نعرف هو لتأكيد الفعل؟ إذن لتأكيد الفعل يعني المفعول المطلق كيكون منون، مثلا كما شفنا قبل لحظة فرحا، فرحا نوع الفعل، لبيان نوع الفعل. إذن هنا كيكون مضاف، مثلا كما شفنا تصفيق المعجبين، تصفيق المعجبين. يعني هنا لاحظوا هنا ما كاينش عندنا التنوين، عندنا الفتحة، وهنا عندنا كيجي موراه واحد الاسم اللي كيعرفوا، لأن هذا نكرة، هذا خصو يكون نكرة منون، لأن كل حاجة منونة راه نكرة. إذن نكرة، إذن هذا كيكون نكرة. فاش كيكون نكرة تأكيد الفعل. بالنسبة لهذا كيكون معرف بالإضافة. بالنسبة للحالة الثالثة كيبين العدد، عدد إما جوج مرات أو أكثر، مثلا سؤالين. إذن هنا شفنا سؤالين جوج مرات، ولكن كيمكن أسئلة، أسئلة. إذن في هذه الحالة كيعطينا العدد، هنا عاوتاني كيعطينا لا 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 جوج مرات. هنا نقدروا نقولوا مثلا قفزة، قفزتين، قفزتين. هنا نقولوا قفزات. إذن هنا بجوجهم كيتعتبروا مفعول مطلق لبيان نوع عدد الفعل. إذن هنا هذو هما الحالات الثلاثة اللي عندنا. إذن خصنا نكونوا كنعرفوا نميزوا بيناتهم. غنمشيو الأملاء والجدول حسب المطلوب. إذن الجمل وعندنا مفعول مطلق ونوعه. إذن شاهدت الشريطة مشاهدتين. إذن شكون هو الفعل أو الاسم اللي هنا يقدر يكون مفعول مطلق؟ بطبيعة الحال مشاهدتين. علاش؟ لأن الحروف اللي عندنا في الفعل فيه ثلاثة ديال الحروف كاينة هنا، وبالتالي هذا هو الاسم اللي محتمل أنه يكون مفعول مطلق. هنا دابا واش هذا مفعول مطلق؟ هل هو منون؟ لا. هل تبع واحد الاسم يعطيه الإضافة؟ لا. شنو كيبين لنا؟ أن جوج مرات. إذن هنا هذا مفعول مطلق مشاهدتين، مفعول مطلق لبيان عدد الفعل، لبيان عدد الفعل.
إذا نمشيو للجملة الثانية، قرأت البنت الأخبار قراءة الصحفي. إذا شكون هو اللي هنا محتمل يكون فعل مطلق؟ قراءة، علاش؟ لأن عندنا قراءة في ثلاثة الحروف كاينين في هذا، إذا هذا هو المصدر. إذا قراءة الصحفي، واش هذا منون؟ لا، غير منون. إذا شنو عندنا؟ عندنا إضافة. إذا مادام كاين الإضافة وعندنا واحد الاسم اللي كيعرفو، فهنايا قراءة، قراءة فهو لبيان نوع الفعل، لبيان نوع الفعل. إذن الجملة الأخيرة، نظم الصحفي عمله تنظيما. إذن المفعول المطلق هو تنظيما. لماذا؟ لأن حروفه كاين اشتقاق من الفعل. إذن هنايا تنظيما، تنظيما. إذن لبيان، لتأكيد الفعل بطبيعة الحال، لتأكيد، لأنه منون. لاحظوا، إذن هنا خصنا نميزو، لتأكيد الفعل. إذن أصحح ما أنجزته بتعاون. إذا هذا الشيء داخل القسم، إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول المفعول المطلق من كتاب المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة.